نروح دلوقتي لموضوع مهم جدا متعلق بالأدوية. المضادات الحيوية من المستحضرات الدوائية اللي ليها أضرار كبيرة على كل الناس كل الأعمار، خصوصا مع الإفراط في استخدامها بدون استشارة الطبيب، ده للأشخاص العاديين. لكن بالنسبة للأطفال خطرها بيكون أكبر لأنها بتأثر على الصحة العامة للأطفال بشكل خاص، عشان كده بينصح الأطباء باستخدامها بحذر شديد مع الأطفال. آخر الدراسات العلمية أكدت أنها بتكون سبب في اضطرابات الجهاز الهضمي عند الأطفال، ده غير أنها بتضعف الجهاز المناعي كمان، وفي بعض الحالات بتسبب طفح جلدي. أخطر أثر ممكن بتسببه المضادات الحيوية هو كمان الإصابة بالحمى عند الأطفال. معلومات أكتر بينضم إلينا الآن عبر تطبيق زوم من نيويورك دكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب قصر العيني. يا دكتور محمد أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا يا إيمان، صباح النور. أهلا بحضرتك. خليني أبدأ مع حضرتك على طول كده عن المضادات الحيوية بشكل عام، يعني قولي كده بشكل عام إيه أكتر المخاطر ليها، وبعدها نتكلم عن الأطفال بشكل خاص ونفصل بقى كل تفصيلة وكل عرض للأطفال. قبل ما نتكلم على مخاطر المضادات الحيوية لازم نقول ان الكون كله كان قبل ظهور المضادات الحيوية كان في حالة مأساوية، لان كان في حاجة اسمها الكوليرا، كان في التيفود، كان جوائح زي قصة الكورونا اللي احنا عايشينها دلوقتي. لو كان عندنا مضاد فيروسي يقضي على الكورونا ما كانش كل هذه المشكلة. فكنا بنجد ارقام كبيرة جدا من البشر بتتوفى نتيجة امراض بكتيرية شهيرة. القدماء المصريين أول ناس عملوا مادة التتراسايكلين، وتم اكتشافها في الموميات المصرية أو أحد المركبات في التحنيط 1990. القدماء المصريين استخدموا العفن اللي على العيش، كانوا أول ناس يستخدموا هذا الموضوع للجروح، اللي احنا النهارده بقى هو البنسلين. فالمصريين كانوا أهم حضارة على ظهر الكون في هذه الاستخدامات. البشر بعد كده استخدموا 1877، استخدموا بعض المركبات اللي هي كانت يعني فاشلة من الأصباغ الألمانية ولم تأتي بنتائج، واستخدموها زي مادة الأرسنيت، دي استخدمت للزهري اللي هو كان أكثر انتشارا في هذا التوقيت في القرن الثامن عشر والتسعتاشر. لما نيجي نتكلم على المضادات الحيوية بعد اكتشافها أو بعد ظهور البنسلين سنة 1928 اللي هو اكتشاف الصدفة، اللي هو كان أوائل الناس اللي اكتشفوه الفراعنة ألكسندر فليمينج، كانت طفرة عظيمة جدا، وابتدى يتناقص كل المشاكل الطبية اللي كانت وراء ظهور البكتيريا في هذا الزمن. وتم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. احنا ما نقدرش نقول المضاد الحيوي خطير، لكن نقدر نقول ان هو اكتشاف عظيم يعني أنقذ مئات الملايين من البشر لولا وجود المضادات الحيوية. وعلشان يبقى النهاردة في هذا التاريخ اللي احنا موجودين فيه في عام 2021 ان المضاد الحيوي بيبقى يتم اختباره لتأكد ان مفيش اثار جانبيه، ولما بنقرا البامفلت ونشوف فيها الاثار الجانبيه بتبقى اقل من واحد في بضعه الاف من البشر، ارقام بسيطه جدا في المستخدمين. طيب ومع ذلك بتظهر اثار جسيمه. طيب الاثار بس خليني اقف عند النقطه دي عشان نبقى عارفين او المشاهد يكون فاهم الاثار دي لما بنفرط في استخدام المضادات الحيويه، يعني لو انا المفروض اخد كورس معين من المضادات الحيويه لو انا افرطت فيه يعني زودت بدون استشاره الطبيب. او احيانا بيبقى حساسيه دوائيه، واحنا عندنا اربع انواع من الحساسيه الدوائيه، في حساسيه مجرد ان انا اخد القرص او الحقنه يجي لي تنفيخ في الفم، تنفيخ في العين، اختناق، دي حاجه اسمها انجيو اديما وانافيلاكسيس، دي ممكن تحصل مع اي مركب كيميائي داخل الجسم، ودي بتاخد من 10 دقائق لساعه، وده ما نقدرش نحكم عليه لاي شخص. عشان كده بقى في تحذير ان اي حد ياخد اي حقنه، وكان شهير جدا ان حد ياخد حقنه البنسلين في صيدليه يقع يتوفاه الله ما بيتلحقش. قصه كلنا كنا عارفينها من واحنا اطفال صغير. صحيح. طيب اسمح لي يا دكتور ندخل في المخاطر على الأطفال عشان الأمهات كمان اللي بيتابعونا. أنا دلوقتي ابني أو بنتي يعني عنده مرض أو تعبان، وأنا الدكتور كاتب لي مضاد حيوي معين،
وانا استمريت فيه اكتر من اللازم، ايه هي المخاطر اللي ممكن الطفل يتعرض لها؟ اشهر خطر لهذا الموضوع ان ممكن يبقى في سمنه، بعرض طفلي للسمنه بتغيير المركب او الكتله الجرثوميه الطبيعيه داخل البشر. تغيير الكتله الجرثوميه داخل البشر قد تعرض طفلي وهو كبير الى السمنه، ومحدش فاهم ايه السبب وراء هذا، لكن مع الابحاث العلميه ابتدينا نفهم اكثر ان الاطفال اللي تناولوا مضادات حيويه فترات اطول من اقرانهم هم اكثر عرضه للسمنه. في اللي تناول مضاد حيوي اكثر من اللازم ممكن يحصل له فطريات في اللسان وفطر في المريء وفطريات في اماكن كثيره، والاطفال ممكن تبقى فطريات في منطقه العانه لدى الاطفال الاناث وال يعني اكثر عرضه طبعا لهذا الكلام. يبقى المضاد ممكن اخذ مضاد حيوي فتره طويله، يبقى احنا قلنا هنزود ظهور الفطر هنزود نوع من البكتيريا اسمها كلوستريديو دايودز، كان اسمها زمان كلوستريديوم ديفيسيل، دي ممكن تؤدي الى تسمم عام. يعني انا باخد مضاد حيوي اقضي على بكتيريا، يظهر لي نوع من البكتيريا اخر اكثر عنفا وقد يودي بحياه صاحبه. يبقى يعني انا ممكن انشط انواع، ممكن يجي لي في انواع ممكن تعمل لي زياده في خلايا اسمها الايزينوفيلز نتيجه نوع من الحساسيه، فقد تؤثر على الكبد، قد تؤثر على الكلى، تعمل لنا التهاب كلوي اسمه انترستيشن، اسمه كده اسمه انترستيشن نيفرايتس، بيبقى فيه خلايا الايزينوفيلز ظاهره وممكن الاقي دم في البول. تخيلي دم في البول. اشهر حاجه بتيجي للاطفال حاجه اسمها دراج فيفر، حراره نتيجة ان انا خدت الدواء بعد ما خف. بعد ما خف الطفل، خفينا النهارده، بعدها بعد الشفاء نلاقي ارتداد للحراره، نبتدي نظن ايه السبب، نقول ده رجع له المرض، لا دي حاجه اسمها دراج فيفر نتيجه هذا الدواء، وده بيحصل اكتر مع عائله البنسلينات. الحقيقه مجموعه من مجموعه من الاخطار الكبيرة جدا، يعني بنتمنى ان كل اللي بيشوفنا دلوقتي يبقى فاهم خطورة الافراط في المضادات الحيوية. طب عايز اسأل حضرتك يا دكتور، اصلا هل بيكون في بدائل للمضادات الحيوية بالنسبة للاطفال؟ احنا لما يكون في انديكيشن او يكون في ضرورة ان انا اخد مضاد حيوي لازم اخد مضاد حيوي. لازم اخد المضاد الحيوي. احنا مش هينفع نرتد الى ما كنا عليه ما قبل ظهور عصر المضاد الحيوي، لكن الافراط في المضادات الحيويه ده ممكن يقلل من فرصه جدواها بعد كده، وتبتدي تظهر انواع من البكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، فحتى يصبح بدون يعني بدون فائده، يعني هنبقى بناخد مضاد حيوي بدون ما نستفيد. لكن كل حاجه ليها معاد، يعني ما ينفعش اخد مضاد حيوي وانا عندي التهاب فيروسي واسمه مضاد بكتيري، فهو قد يقضي على البكتيريا وقد يقضي على نوع من الطفيليات زي الاميبا، الميترونيدازول يعني بيعتبروا لو اعتبرناه بهذا الكلام. لكن مش هيقضي على الفيروس، ففي ناس كتير جدا بيبقى عندها دور برد عادي فيروسي وبتدي ياخد مضاد حيوي. في ناس بتاخد ادويه مضاد حيوي استباقي، ده كلام مش مظبوط. طبعا حاجه بالسته الطبيه. ايوه يا زي ده كده، زي اللي بياخد المسكن قبل ما يشعر بالالم، يعني اللي هو احتياطي يعني عشان لو حسيت باي حاجه. دي الحقيقه فعلا. احنا عندنا الحقيقه ثقافه يعني غلط جدا في موضوع الادويه، زي ما عندنا ثقافه في الرياضه وفي التغذيه وفي اكتر من حاجه يعني، لكن كمان في موضوع الادويه ده احنا عندنا، وكمان عندنا نصايح، يعني احنا بنشوف انه الناس ممكن حد ينصح حد ياخد دواء مشي معاه مثلا في اي حاجه وعلى فكره ده كان الكلام ده موجود في الغرب مش عندنا بس. يعني تم اكتشاف البكتيريا الاتش بايلوري، احد الاطباء اليونانيين في الخمسينات اكتشف انه لما بيدي مضاد حيوي للناس اللي عندها قرحه معده او الم في المعده، لقى ان 30% من المرضى اللي بيجوا له خفوا، وده كان يعني تكهن من جانبه ممارسه يعني هي اللي ادت الى ان واحد اسمه فارن واخر اسمه مارشال سنه 1984 اكتشفوا ان الجرثومه هي المسبب، جرثومه المعده هي المسبب الاساسي. وبعد كده ابتدى يبقى في تقنين لتناول الادويه في الغرب بشكل صارم. يعني انت حضرتك هنا، احنا مثلا في امريكا لا يمكن نصرف مضاد حيوي بدون روشته طبيه حتى لو انت طبيب جاي من دوله اخرى. مستحيل.
وده احنا مش بنقول يعني المقارنات، ليس هذا الامر، لكن هم بيحاولوا يحدوا من الاثار الجانبيه وبيحدوا من فكره ظهور البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه. واشهر حاجه طلعت البكتيريا المقاومه الميرسا، اللي هي نوع من البكتيريا من الاستاف كده، وده بيبقى خطر في المستشفيات وخطر في الجروح وقد يؤدي الى التهابات رئويه قاتله. يعني ده من الحاجات اللي خلتهم يتخذوا مثل هذه الاجراءات. يعني لكن العالم كله كان بيعمل هذا الكلام طبعا من زمان. هل بيكون وارد انه الاطباء نفسهم يعني يخطئوا في مساله انه هل انت محتاج مضاد حيوي بنسبه معينه؟ يعني انت المفروض تاخد المضاد الحيوي 4-5 ايام، هل ممكن تيجي استشاره بفتره اكبر في استخدام المضادات الحيويه؟ ده بيكون نتيجه انه في تشخيص غلط او بيكون تحسبا لاي اعراض، زي مثلا العمليات الجراحيه، يعني بعد العمليات الجراحيه بتاخد مضاد حيوي بتقعد تاخده فتره قد ايه؟ بتختلف من طبيب لطبيب، هل بيكون في احتمال للخطا مثلا في الحالات اللي زي دي يا دكتور؟ الحقيقه الطب ستاندرد في اي حته في الدنيا، فحضرتك لما تروحي للدكتور محمد زي ما تروحي للدكتوره ايمان زي ما تروحي للدكتور سمير، احنا هناخد نفس الروشته بنفس التشخيص، ده في كل حته في الدنيا. احنا النهارده انا يعني شايف ان احنا مصر دخلت عصر عظيم من الرقمنه ومن هذه الاجراءات، وزي اللي احنا بنشوفه في هذه النهضه لازم نشوف ده في كل الاماكن. والقطاع الصحي الحقيقه يعني بشكل خاص شهد طفره كبيره جدا. يعني نهضه منذ تولي السيد الرئيس، الحقيقه يعني كل العالم بيتكلم على الانجازات بتاعتنا، شهاده ال WHO بادائنا في كل منطقه. الحقيقه الواحد بيبقى فخور انه مصري، انا افخر اني مصري الحقيقه، يعني في وسط المحافل العلميه اللي الواحد بيبقى فيها. لا يعني الحقيقه نفخر بكوننا مصريين، ادائنا الحكومي والاداء المصري في ال7 سنوات الماضيه يعني اقصى من المتوقع. يعني الحقيقه احنا قضينا على فيروس سي في فتره زمنيه لا يصدقها العالم، لا يصدقها العالم. احنا لو قلناها واحنا في مصر الناس هتظن ان احنا لكن انا بكلمكم ان الناس دايما شوفي الموضوع خلص، وبنتكلم ان مصر سبقت العالم في هذا الاداء بإجراءات حكومية صارمة عزيمة رئاسية قوية في السيطرة على هذا الأمر الحقيقي. طبعا والمشروعات الجديدة اللي احنا فيها، مشروع التأمين الصحي، القضاء على قوائم الانتظار، يعني الحقيقة عندنا إنجازات والعالم الحقيقة بيدركها. أدائنا في الكوفيد في ال19 كثير من الناس يعني بينظروا إلى الأداء المصري يعني بعظمه ويؤكدوا ان احنا ادائنا كان من افضل انواع الاداء على مستوى العالم الحقيقه. وبالمناسبه انا سمعتها يعني من كثير من الزملاء اللي الواحد قابلهم في خلال هذه اللقاءات القصيره الواحد قابلها يعني. والحقيقه انه في كمان يعني يمكن حضرتك ذكرت فيروس سي وذكرت بعض المبادرات كمان فيما يخص الشرائح المختلفه في المجتمع، يعني كان في مبادرات متعلقه بالاطفال وبالكشف في المدارس، السمنة، التقزم، ضعف السمع، وكان في مبادرات متعلقة بالمرأة المصرية، وكان في مبادرات متعلقة بالأمراض المزمنة، كان في عدد كبير يعني. خليني أسألك آخر سؤال يا دكتور وسريعا إذا تفضلت، الأمراض المزمنة بما إن احنا بنتكلم عن المضادات في المجمل، هل ليها علاقة بخطورة معينة للسائل عنده مرض مزمن في استخدام المضادات الحيوية؟ في بعض المضادات الحيويه ممكن تؤدي الى التهاب مزمن في الاعصاب، بريفرال نيورايتس. في بعض الادويه عند بعض الناس ممكن تؤدي الى فشل كبدي حاد، ينتهي الموضوع بزراعه كبد. تخيلي هذا الكلام، ان بعض المضادات الحيويه في ناس من اللي عندهم كهرباء في المخ، سمبل بارشال سيجرز، حاجات من هذا القبيل، وما كانتش ظاهره عنده، ياخد عائله من عائله الكينولونز. نعم في بعض الامراض اللي هي ممكن تكون
طيب احنا بنتمنى انه الفقره دي تكون يعني فادت كل اللي بيتفرجوا علينا ويكون ليها تاثير في ان احنا ما نصرفش في المضادات الحيويه. طبعا هي مهمه جدا زي ما حضرتك وضحت في البدايه، ووضحت نشاتها وتاريخها واهميتها في التاريخ البشري بشكل عام، لكن الافراط فيها مضر وبيسبب اضرار خصوصا على الاطفال. اشكرك. كانت اول دوله اول حضاره مضادات حيويه. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد كلية الطب قصر العيني، كنت معنا عبر تطبيق زوم من نيويورك. شكرا جزيلا لك.